ده سبب اساسي. سبب تاني انه يعني ما عرض عليا من اعمال ما كانش يعني يرقى الى المستوى اللي انا بدور عليه واللي انا عايزه. سبب تالت انه انا يعني زي ما انتي قلتي بقيت اب يعني، او في مرحلة الابوة، فكان لازم اعمل نقلة وتغيير ومرحلة جديدة في شغلي. فالاسباب دي كلها على بعض يعني هي اللي خلتني ابتعد حوالي 3 سنين عن الدراما التلفزيونية. ندمان على البعد ده؟ لا خالص، لا خالص. فنانين كتير لما بيختفوا لفترة ويرجعوا بيحسوا ان هم يمكن حد من نجوم جيله سبقوا بخطوة او خطوتين، حاسس ان الموضوع ده حصل مع حضرتك؟ لا الحقيقة انا مسألة السبق دي اصلا ما باخدهاش في الاعتبار. ليه؟ لانه يعني انا نفسي ان احنا نبقى كتير قوي، يعني نفسي انه يبقى عندنا نجوم في التمثيل كتير اكتر من كده. يعني اضرابي في 5 6 7 8، احنا 100 مليون واحد، عايزين نجوم كتير في التمثيل وفي الاخراج وفي التأليف والكتابة، عايزين نجوم كتير في الكورة، عايزين أطباء نجوم كتير جدا جدا علشان يقدروا يكفوا البلد الكبيرة دي، عايزين مهندسين عظماء ونجوم كتير برضو. يعني احنا عايزين عدد أكبر دايما في كل المجالات، وعايزين نسيب فكرة الأوحد الفرد، البطل الأوحد، النجم الأوحد، صحيح. المهندس الأول، اللاعب الأول، ده مش كفاية لاعب أول، ده لما نكون يعني 100 ألف واحد ولا حاجة، احنا 100 مليون شخص وبلد كبيرة وعريقة وقديمة يعني لها تاريخ ممتد آلاف السنين، لازم يبقى عندنا إفراز وإنتاج للكفاءات وللمواهب أكتر من كده بكتير، ويبقى عندنا نجوم في كل المجالات أكتر من كده.